تحديدا نتواجد الآن في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. مطار الملك خالد والمملكة العربية السعودية تحتفي باليوم الوطني الكويتي 59 لذكرى استقلال الكويت. مظاهر الفرح والسرور وأواصر الأخوة والمحبة والوفاء هي الآن في قلب المملكة العربية السعودية من الكويت وإلى المملكة. قبل قليل أو كما نشاهد الآن عبر شاشة الإخبارية القادمون من دولة الكويت من مواطني الكويت هم فرحون بهذا القدوم وفرحون أيضا بيوم ذكرى استقلال بلادهم. منذ بداية هذا اليوم من الآن قدمت 3 رحلات وما تزال الرحلات المتبقية سوف تأتي بمشيئة الله تعالى إلى نهاية هذا اليوم وبعدد ما يقارب 12 رحلة. للحديث أكثر عن هذه الفرحة ينضم إلينا العقيد عبد العزيز الجديعي مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي. سعادة العقيد حياك. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الغالية على قلوبنا جميعا تتزين مطارات المملكة العربية السعودية الجوية والبرية والبحرية بأعلام المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة. فهذه المناسبة في كل عام حتى بالقيادة الرشيدة تحتم علينا مشاركة أشقائنا في دولة الكويت الشقيقة فرحتهم باليوم الوطني 59. إذن ما هي التجهيزات والاستعدادات المبكرة؟ احنا الآن نشوف بعضها اللي قامت لأجل استقبال مواطني دولة الكويت هنا في العاصمة الرياض وبالتحديد من مطار الملك خالد الدولي. نعم أخي الكريم، طبعا الكوانترات الجوازات تتزين بإعلام المملكة العربية السعودية وإعلام دولة الكويت الشقيقة بالإضافة إلى تجهيز كامل استعدادات من توزيع الهدايا تتمثل في الورود وأعلام الكويت وأعلام المملكة والأوشحة. فكل هذا يعني نبتهج وسعيدين جدا بمشاركة أشقائنا بهذه المناسبة. نعم جميل. إذن أعزائنا المشاهدين كما نشاهد الآن العديد من الكاونترات التي تستقبل المسافرين القادمين من دولة الكويت إلى العاصمة الرياض وهي مجهزة بالورود والهدايا وأيضا أولها الابتسامة في وجه المسافرين احتفاء بذكرى استقلال الكويت.